يروح ليه؟ طيب معانا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك القادم، يعني شكلها كده. سيادة المستشار، الو، ازيك يا سيادة المستشار؟ يا كابتن خالد، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ يا خالد، مش انا طلعت بقالي 25 سنة بنضرب في النادي، بتتضرب؟ ضربني وسامير عفاف ضربني يا راجل. يا اخي يا خالد، قول للاخ اللي قال الكلام ده، مرتضى منصور اللي بيبص له بيتولع فيه. ها؟ ويبقى في حد عنده برنامج يقعد يشتغل. طب مين اللي قال الكلام ده؟ انا ما اعرفش مين اللي قال الكلام ده. الاخ سيف زاهر النهارده، وانا خدت قرار انا وقائمتي لا نطلع عند الاخ مهيب ولا عند الاخ سيف زاهر، عشان الاخ محمد دمرداش استضاف واحد من المدينة انتخابات النهارده، قاعد يكذب على الناس يقول لك طارق غنيم ضرب مرتضى، طارق غنيم ضرب مرتضى، يا نهار اسود. بص بص يا سياده المستشار، انا طلبت اسمع خالد، انا طلبت اعمل مداخله رب محمد الدمرداش ومهيب رفضوا، ولكن الاخ طارق عمل مداخله غنيم قال له انت انسان بتكذب الكلام ده ما حصلش، لكن خلينا نتكلم في النهارده. تمام، اتفضل يا سياده المستشار. الموضوع ده شغل ناس كتير، انت مش كنت بتقول مرتضى ده الفتوة بتاع مصر هينضرب؟ ماشي يا خالد، اني وانا تحت امرك في اي سؤال، راجل محترم واعلامي محترم، تحت امرك يا خالد. طيب سيادة المستشار، انا اسالك سؤال، في تعليق ان انت سيسي الزمالك القادم، وليه ما بقاش سيسي مصر نفسها يا خالد؟ لا انا في على الفيسبوك وعلى المواقع كاتبين ان مرتضى منصور قال ان هو هيكون سيسي الزمالك. والله مش انا اللي قلت، الناس اللي قالت كده على اساس ان الحمد لله يا خالد. شوف يا خالد، لو شوف النهارده استقبال الناس الاعضاء والموظفين الغلابه البسطاء اللي انا كنت بنصفهم يا خالد وانا موجود وانت كنت موجود، انت عارف انا اول قرار خدته وانا موجود رئيس نادي انك انت مدير شؤون اللاعبين، وكنت موجود معانا يا خالد. لو تفتكر لما كان صحيح انا كنت بحبه جدا وغلط في اسوان، انا قلت لك يا خالد خد قرار عنيف معاه علشان يبقى في انضباط ما عندناش، لو تفتكر طبعا اللاعب هو مين. صحيح. فانا النهارده بصراحه اولا سعيد بالقايمه كلها شخصيات محترمه، وكل واحد فيهم بصراحه يصلح ان يكون يا رئيس نادي يا مشروع رئيس نادي بلا استثناء، هنتكلم فيهم دلوقتي. سعيد باعضاء النادي واستقبالهم النهارده، يمكن انا قعدت حوالي ثلاث ساعات يعني انا المؤتمر كان نص ساعه، ثلاث ساعات واكثر بتصور مع الاعضاء ومع السيدات ومع الرجاله ومع الاطفال في النادي، وانا سعيد بده جدا. اتمنى اكون عند ثقه الاعضاء يا خالد في استقبالهم ليا النهارده. وبعدين انا بصراحه اقول الكلام ده تاني واعيده واكده، انا كنت في مجلس المستشار جلال ابراهيم وكنت في مجلس الدكتور كمال درويش عضو ثم نائب، ثم كسبت الدكتور كمال لو تفتكر 2005. صحيح. وكسبت ممدوح عباس 2009، ده مش كلام انا، ده كلام المحكمه، ان في تزوير في 4000 عضويه لصالح الاخ ممدوح عباس. لكن النهارده انا بقول انه ممدوح عباس يا خالد مرحله وانتهت، مش عايزين نبص لورا. والنهارده لما مديت ايدي لكل الناس قلت بعمل مصالحه مع كل الناس عشان نبني نادي الزمالك، ما كانش النهارده اول يوم في هذه المصالحه لو تفتكر. انا كلمتك يا خالد وقلت لك انا هتنازل عن القضيه. صحيح. بمناسبه المئويه، لان مش معقول الجماهير المحترمه دي والشباب الالترا الزملكاوي واحنا اسوأ شيء في المنظومه، احنا كنا اسوأ شيء بنتخانق والكرسي، وانا رحت بحب ورحت تنزلت، وطبعا الاخ عمرو الجنايني يمكن كلمك وقال لك مرتضى ملتزم، تنزلت عن القضيه وعن قضيه الانتخابات والتزوير، واديت الفرصه للاخ ممدوح عباس كمل مدته مع الاخ اللي عايز ينزل رئيس، هو طبعا حر دي قضيته. انا اقول لك دلوقتي سر يمكن اول واحد يعرفه انت النهارده، واخد بالك؟ انت ملاحظ يا خالد، لما النهارده انا سايب نادي الزمالك، انت عارف لما انا اتحل مجلسي في 2005 2006 انا قعدت 5 اشهر وبعدين قعدت شهرين ومشوني. تمام. انا سايب يجي التسليم وتسلم من مجلس المنتخب والمجلس المعين. تمام. فانا سايب 6 مليون جنيه فايض ميزانيه في نادي الزمالك. لما تبقى النهارده عندك مديونيه 260 مليون جنيه ومفيش مبنى اتبنى يا خالد، النادي الاجتماعي ما اتعملش، 6 اكتوبر ما اتعملش، ما خدتش ولا بطوله اللي هي بطوله اليتيمه بتاع الكاس، وطبعا بطوله اللي خدها الدكتور كمال ومجلسه المعين في الفتره الاخيره، يعني انا ما عملتش حاجه ب 260 مليون، لكن 40 مليون اجوجو، غرامه شيكابالا مش عارف 9 مليون، مش عارف خالد سعد لو تفتكر اللعيبه اللي جات ومشت خدت فلوس ومشت. لكن انا بقول النهارده نادي الزمالك محتاج رجاله، ورجاله اصحاب قرار ما بيخافوش. المجموعه اللي انا اخترتها كلها مجموعه محترمه، بس انا اقول لك الفرق بقى بين واحد طلع شتمني النهارده من غير مناسبه مع الاخ سيف، اللي احنا كلنا خدنا قرار مش هنطلع
مع الاخ سيف والاخ محمد نمرداش القناه بتاعته، لان النهارده لما واحد يغلط فيا ويقول اكاذيب وانا اطلب يا خالد ارد واقول انا عايز ارد ويمنعني من الرد، ده كلام مش مظبوط. خالد انا النهارده دخلت النادي لقيت الاخ اشرف السكري، اشرف ده على فكره يبقى ابن اخت هاني زاده وابن اخو محمد السكري اللي هو محمد السكري صديق العزيز، تمام؟ ولقيته مقدم ورقه ورئيس، دخلت وحضنته بص، لان خالد اشرف كان عازمني عنده في مارينا على العشاء. مش عيب مش عيب، مش اي حد من حقه انه يترشح، مش عيب. بقول لك يا ريه وراجل كان عايزنا عشاء وسلمت عليهم الحق. لا خد بقى المفاجاه دي. انا اللي كلمت الدكتور، انا النهارده زرت الدكتور كمال درويش، انا كنت بقالي سنين ما دخلتش النادي يا خالد. فانا طلعت اول حاجه عملتها طبعا لقيت الكابتن نبيل نصير ده واحد من رموز النادي طبعا، سلمت عليه انا اديله الصح شويه، ولقيته عمال ياكل في جمبري بشراسه، يعني مش مشكله دلوقتي خد بالك. لكن لقيت الدكتور كمال درويش قعدت معاه لقيته متردد، فانا بصراحه انت عارف ان انا شبراوي مرود الفرج يعني برضه افهمها شويه كده. فانا رحت البيت كلمت دكتور كمال. قلت له يا دكتور كمال انا شايف انك عندك رغبه تنزل الانتخابات. لكن انت عندك حرج مني لانك قلت قبل كده ثلاث مرات في اكثر من برنامج ان انت مش هتنزل، انك مش هتنزل وهتدعم مرتضى. انا اللي بقول لك انزل. قال لي وبعد ما اتكلم الدكتور كمال قلت له دكتور انا دي مش غنيمه. بالعكس دي مسؤوليه كبيره، انت عايز حتى يكون في منافسه قويه كمان. لا انا قلت له كده وقفل معايا قلت له دكتور كمان، وبعد ربع ساعه اقنعته طول ما تحرك، يعني هو كان راجل في حرك مني بصراحه. بعد ما اعلن ثلاث مرات انه مش هينزل وهيدعمني قلت له يا دكتور لا اذا كنت انا الحرج انا اللي بقول لك بشيل الحرج عنك، هو دي المنافسه يعني معنى كده الدكتور كمال هيتقدم بكره؟ هيتقدم بكره للمنافسه واهلا وسهلا يا خالد. طب هل كابتن ايمن يونس هيتقدم؟ ايمن لسه قافل معايا دلوقتي ممكن تطلبه واخد بالك. طبعا احنا اتفقنا امبارح انه ان شاء الله معانا. انا فكره بس انا عايز اقول انا كان طبعا اتمنى المستشار سامر ابو الخير يبقى معانا، بس سامر بس مستشار سامر عنده مشكله ان مجلس الدوله ما وافقش، رفض، وهو دلوقتي متحدث رسمي باسم الجبهه. كنت اتمنى الاستاذ خالد جبري يبقى معانا، الكابتن سامر عبد الحميد كان في مكالمه بينه وبينه امبارح لكن ما كانش لسه خلص ورقه، العميد دكتور مهندس محمد لطيف اخو خالد لطيف ابن الكابتن ابراهيم لطيف اللي جده كابتن محمد لطيف، للاسف الشديد القوات المسلحه انا حاولت وخالد نفسه راح، لكن السيد العقيد احمد علي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري ابلغني امبارح ان دي قواعد ان هم مانعين الضباط العاملين ان هم يترشحوا في اي انتخابات، وانا طبعا احترمت الكلام ده كله كل ده. طبعا هسالك سؤال اخير عشان المستشار خالد زين رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه قال لك مفيش انتخابات الا بعد القانون وده مخالف لميثاق اللجنه الاولمبيه الدوليه، وكلام ايضا بيتردد ان النادي الاهلي هيفتح برضه باب الترشيح بكره وان كده كده مفيش انتخابات ولا في اهلي ولا في زمالك ولا في اي حته. اولا خالد زين ده صاحبي جدا جدا خلاص. بس انا بصراحه وانا قلت له الكلام ده في التليفون انا مش موافق على اللي بيعمله، لانه انا عندي شاب او من جيل الوسط منور اسمه طاهر ابو زيد. والله العظيم يا كابتن خالد انا لم شوف انا كنت بروح للممدوح البلتاجي وطبعا حصل صار رحت له كذا مره في اول لما كان لسه في شهر عسل بينه وبينه كان بيجي لي البيت. لم ازور طاهر ابو زيد في مكتبه ولا مره. لكن هذا البني ادم المحترم خلي بالك اللي بيدعي الفساد لانه عنده مبدا عايز يدعي الفساد، ما هو مش ممكن يا جماعه العمري فاروق نيجي عشان يدعي الفساد اللي موجود اسف في النادي الاهلي موجود في اي انديه واخد بالك؟ والنهارده لما اقول الكابتن حسن حمدي طلع بكفاله 2 مليون جنيه يعني متهم في قضيه فساد تمام؟ يجي عمرو فاروق يعمل الكلام ده يقول له اصلك انت عشان كنت ضدنا في الانتخابات بتصفي، يجي طاهر ابو زيد اصل انت كنت ضدنا، هو الكلام ده وانت جاي تستفزني؟ لا حضرتك مش على راسك ريش ولا على رئيس الوزراء ريش، ورئيس الوزراء يحترم نفسه وزي ما اتحل مجلس اداره نادي الزمالك يحل مجلس اداره نادي الاهلي يا بدلاوي باحترامي من النادي الاهلي كجماهير واعضاء واخد بالك ولاعيبه واجهزه فنيه، لكن يا ببلاوي مش ممكن اللي حضرتك عمال تعمله دوت، قطر عماله تشتم فينا وتخرب في البلد ويقول لك ايه؟ هي قطر بس. طب معلش معلش يا سياده المستشار، دلوقتي عاد رئاسه الوزراء قالت ان هي حولت قرار طاهر ابو زيد للجنه القانونيه وان من اسبوع ل 10 ايام هيطلعوا قرار لا الا بالغاء قرار الوزير لا الا بتاييده. 21 يوم دلوقتي ولا حس ولا خبر. اقول لك ليه؟ ليه؟ لان اولادنا في الجامعه كانوا بيموتوا بعض وانا بعت لرئيس الوزراء انذار يعمل يراجع حرس الجامعه ما رضيش لغايه الاولاد ماتوا وبعد كده دخل الدبابات. رئيس وزراء يا خالد فاشل انا عايز اعرف ليه لغايه دلوقتي قرار ولا بالغاء
قرار طاهر ابو زيد ولا بتأييد قرار طاهر ابو زيد، ليه لغايه دلوقتي؟ معلم تاني اسأل ابراهيم المعلم وشوف الراجل ده كان قبل ما يجي رئيس الوزراء كان شغال في بنك ايه، ومين كان عند ابراهيم معلم شغال في البنك دون، ومين بيطبع الكتب للراجل اللي هو رئيس الوزراء اللي اسمه الدبل ده ولا البيل اللي اسمه اللي معرفش مش فاكر اسمه ايه، واخد بالك؟ ابحث يا بيه عن الفساد. وقول تاني يا ابراهيم يا معلم انت عندك قضيه فساد في نيابه الاموال العامه، لكن هو فيها يا جماعه؟ هي البلد فيها ايه؟ تقول لي ثوره 25 يناير، فين الثوره؟ طيب في الاخر يا سياده المستشار في انتخابات ولا مفيش؟ نعم في انتخابات ولا مفيش؟ ايه اسمع، هو انتخابات رئاسه الجمهوريه اصعب ولا نادي الزمالك ولا الاهلي؟ لا طبعا رئاسه الجمهوريه اصعب بكتير، مفيش مقارنه اساسا. الاهلي ولا الجزيره ولا الترسانه ولا الانديه العريقه دي كلها بتبقى اصعب، ولا انتخابات مجلس الشعب اللي فيها قابليات وتعصب؟ صحيح طبعا مجلس الشعب او مجلس الامه. تمام ليه يا استاذ خالد؟ الانتخابات هتتعمل وانا بدعو اعضاء الجمعيه العموميه يجوا بالالاف المؤلفه يشرفوا ناديهم وينتخبوا من يشاءوا، بس في طلب ليا وانا قلت النهارده في المؤتمر يا خالد، عايز تنتخبني ما تعذبنيش، تجيب لي قائمتي وتحاسبني مش كل اربع سنين ما تجيبليش ثلاثه واربعه وكده. تمام شكرا سياده المستشار. شكرا سياده المستشار مرتضى منصور. نروح لتقرير عن الكره النسائيه اللي بتستعد انها تلعب في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس عالم مع تونس، وشكلنا هنتغلب من تونس يعني، ربنا يستر ونكسب. وبعد كده فاصل اعلاني نستقبل كابتن محمد فاروق، كابتن محمد سالم، الاثنين من هدافين الدوري، الاثنين شكلهم هيروحوا منتخب مصر في ماتش البوسنه والهرسك، الاثنين متالقين، الاثنين مرشحين ان هم يحترفوا خارجيا الفتره اللي جايه، الاثنين هيحللوا معايا كل اهداف وماتشات الدوري العام، وهنعلق مع بعض على ونختار احلى هدف مع بعض، وهنعمل مشاركات لمشاهدي الرياضه اليوم. اتكلمنا على سعادات منتخب مصر قبل مباراه تونس في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. طبعا احنا يعني زي ما انتم شايفين المرحله الاخيره في الاعداد، احنا بقى لنا حوالي 3 شهور بس، ما عدناش من فتره طويله للاسف للظروف طبعا اللي كانت موجوده في البلد، فيعني احنا يا دوبك جمعنا متاخر شويه ولكن حاولنا نكثف بقى ونعوض في معسكرات من شهر 11 و12، والدوري كان شغال كمان في شهر 11، فكان في جزء معسكر وفي فترات كانوا بيلعبوا ماتشات الدوري وبعدين يرجعوا، ما كانش متصل يعني منقطع. وبعدين شهر 11 شهر 12 برده كان في عدد مباريات الدوري، خلال الدوري توقف الدور الاول حوالي الاسبوع الثالث، كان في 2 مؤجلات، قدرنا ناخد برضو 10 ايام من شهر 12، وبعدين شهر 1 بقى تقريبا معظمه لان الدوري خلاص خلصنا الدور الاول ومؤجلاته، الدور الثاني هيبقى في مارس عشان المنتخب، فيعني مركزين شويه. وجات لنا في اول يناير فريق في نص يناير فريق زيمبابوي، لعب معانا ماتشين، زيمبابوي من الفرق اللي متصنفه فوقينا حوالي حاجه و50 تقريبا، فريق رهيب كبار، فكان بعيد انا اقدر اجيب رئيس احتياطي. طبعا عندنا ماتش تونس في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم هيبقى يوم الاحد 16 فبراير، وماتش العوده ان شاء الله هيكون 1 مارس. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا، احنا بقى لنا 3 شهور عاملين اعداد هنا في الهدف، وعملنا ماتش ودي مع زيمبابوي كسبنا 3-2 الحمد لله، فان شاء الله يعني متفائل خير باذن الله. عايزين نتكلم بقى على المنتخب مصر، شو كم لعيب محترف في المنتخب، وعايزين نعرف اهم يعني المباريات الصعبه اللي هتقابلوها في الفتره الجايه. احنا الصعب احنا بنفكر في الرحله الاولانيه الاول، رحله تونس ديت اللي هي بوابه عبور لينا للمحطه اللي بعد كده، المحطه اللي بعد كده ان شاء الله كسبان من المغرب والجزائر، فدي دي ده اللي هيبقى مؤهل لبطوله الامم الافريقيه في ناميبيا. تفكيرنا كله في تونس الاول في المرحله الاولانيه ديت ان شاء الله. عندنا طبعا لعيبه محترفين هينضموا لينا خلال الايام، يعني في منهم ناس جت وصلت امبارح، يعني منهم سارة حسنين وصلت امبارح في من الامارات تلعب في نادي ابو ظبي، في عندنا في نادي نيويورك سلمى طارق دي احتمال تنزل تيجي كمان يومين ان شاء الله، في عندنا نهى برضو في امريكا برضو هتيجي خلال يومين ثلاثه، وعندنا حارس مرمى تاني برضه في قطر فوقيه العمري، ان
ان شاء الله برضه تكون موجوده معانا على خلال 48 ساعه ولا حاجه، فان شاء الله يعني المجموعه كلها تكتمل خلال الايام يعني. بص حضرتك، هو احنا تصفيات افريقيا دي بتتعمل كل سنتين، تمام؟ احنا الجيل الموجود ده دلوقتي يعني ما شاء الله انه في جيل كويس، خاصه ان احنا عندنا منتخب الناشئين منتخب مصنف وكويس وليه صولات وجولات. فالمنتخب اللي انت شايفه ده قدامك ده فيه تقريبا في 7 لاعبات من منتخب الناشئين، والسنه دي يمكن احنا لاول مره يكون عندنا 4 لاعبات محترفين في المنتخب، وبنامل ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ان شاء الله تتخطى منتخب تونس عشان نلعب في الدور اللي بعده ان شاء الله. طبعا احنا ان شاء الله مستعدين، فريق منتخب مصر وكل البنات جاهزين، وانا يشرفنا ان احنا نكون بلعب في منتخب مصر، وان شاء الله قد المسؤوليه والفريق كلها جاهز، واحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب فريق تونس ان شاء الله بتهيئات تصفيات امم افريقيه باذن الله. قول انت لعيبه محترفه، بتلعبي محترفه فين وبتلعبي في نادي؟ بلعب في نادي ابو ظبي الرياضي، محترف في الامارات، وطبعا جيت عشان خاطر اقف جنب منتخب مصر واللعيبه، وطبعا يسعدني ان انا اكون مع الفريق المنتخب المصري يعني، وان شاء الله نحقق لمصر حاجه، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالفوز والشعب ونفرح الشعب المصري باذن الله بحاجه ان احنا حاجه بسيطه كده نديها لهم هديه يعني. احنا ان شاء الله بنعمل معسكرات بقالنا اكتر من شهرين ثلاثه، وبنلعب ماتشات وديه مع اولاد، ومع كنا بنلعب مع فريق زيمبابوي كسبناهم اول ماتش 3-2، وتاني ماتش خسرنا 2-1، ودي طبعا ده كل ده تاهيل لتصفيات امم افريقيا، وان شاء الله ماتش تونس يوم 16، وان شاء الله نكسب وربنا معانا يا رب عشان احنا تعبنا بجد يعني.